الرحمن الرحيم، اشرح كورس النهارده جديد من ضمن اسراء المحتوى العربي لتكنولوجيا المعلومات. في كورس النهارده هواوي HCA فيرجن 2.0، معكم محمد فؤاد سيرتيفايد CCNA روتر اند سويتشنج. النهارده هنتكلم في التكنولوجيز هواوي والفندور هواوي المتواجد في السوق والمطلوب منك دلوقتي في السوق في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، انك تبقى راجل مالتي فندور، مش تبقى سنجل فندور واحد او الفندور معين مثلا سيسكو او تبقى مثلا مايكروسوفت، لا لازم تبقى مالتي فندور، يعني تبقى هواوي جونيبر سيسكو، تفهم الكونسبت ماشي ازاي والدنيا ماشية ازاي والشغل كل فندور عن التاني بيتكلم في ايه وفكره الشغل او في الحتة العملية عامل ازاي. فالنهاردة بإذن الله مع بعض هنشرح سلسلة هواوي كورس HCNA Router and Switching. الكورس مش مدة طويلة، يعني معاك من شهر لشهرين، مش هتطول يعني. الكورس لو انت راجل مثلا سيرتيفايد CCNA وخلصت CCNA بتدور على سيرتيفيكيشن تانية، يفضل يعني انا من وجهة نظري الشخصية هو من الشركات السيرتيفيكيشن لذيذة ومذاكرتها سهلة مش صعبة، يعني لسه دماغك فريش طالع من كورس مثلا CCNA ان كان تبحث فندور تاني. انا من وجهة نظري هو من الفندور اللي هتكتسح او مش هتكتسح، يعني هيبقى ليها مكان في السوق كويس. ان شاء الله هنبتدي الكورس النهاردة. طبعا ده الموقع بتاع هواوي، الناس اللي ما دخلتش قبل كده او الحظ يعني او ما شافتش الموقع قبل كده، ده الموقع بتاع هواوي. عايز تعمل ريجستر عشان تتابع الاخبار، في الدنيا ايه، تنزل الماتيريال، ده الموقع تمام. ده الكورس بتاعنا HCNA هواوي سيرتيفايد نتورك اسوسييت. الكود بتاع الاكزام او نمبر اكزام بتاعنا H12211 تمام. ده بالنسبة للسايت، لو انت عايز تدخل تنزل ماتريال. الكورس بتاعنا هنشرحه او هنذاكره منين، عندك يعني اربع مصادر او ثلاث مصادر هما الاساسيين اللي حطوهم هواوي. عندك حاجه اسمها الانتري جايد والانترميديال جايد، في اللابات وفي اللي هو للشغل النظري، وده الكتاب انا منزله ال HC Networking Study Guide، ده برضو من كتب كتاب حلو مفيد برضو هيساعدك في المذاكرة ان شاء الله هرفعه لكم. تمام. قبل ما نبدأ كده في نظرة عن البيراميد بتاعنا، هو برضو حط البيراميد فيها لو انت عايز تبتدي في الباص بتاعك او تخش في سكة هواوي، حط لك كده بعض الخطوات تمشي عليها. اول حاجة المستوى الاسوسييت اللي هو اللي احنا فيه ده دلوقتي، ده بسيرتيفيكيشن HCNA. بعد كده ربنا كرمك وعديت من المرحلة دي، هتخش على المرحلة اللي بعديها البروفيشنال HCNP راوتنج اند سويتشنج، عبارة عن فور اكزام برضو او تلات انا اسف ثري اكزام، تلات تراكات، تراك الراوتنج، تراك السويتشنج، تراك المفروض اللي هو ترابل شوت او مكافأة الترابل شوت، هنا مسمينه البرفورمانس. تمام. ده بالنسبة للسيرتيفيكيشن تريننج باث اللي انت تمشي عليها. في طبعا اكسبرت اللي هو ال HCIE،
كده اتش كده اتش سي اي 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 سيرتيفايد انترنت وورك اكسبيرت. انت راجل خبير شبكات اهو دوت الباص زي اي فيندور برضو ليه باص معين بتمشي عليه. بعد كده هنشوف الحاجات اللي احنا المفروض نكتسها او الاوبجكت بتاعنا او الميديولز. عندك الميديول 1 ده اللي حطاه هواوي اللي تمشي عليه. بيلدينج بيز اي بي نتورك هنتكلم عن الفاندمنتالز البدائيات الانتري بقى للناس اللي هي مثلا لسه ما دخلتش في المجال. برضه هو بيراعي هنا الناس اللي لسه متفهمش يعني ايه نتورك. بس انا من وجهة نظري الشخصية يعني شايف ان لازم او لازم يكون معاك او فاهم يعني ايه كونسبت الشبكات عشان ما تجيش في النص وتزهق مش هتفهم الدنيا ماشية ازاي. بس برضو حراعي الناس اللي لسه داخلة برضو جديد في المجال. بعد كده عندك الهواوي ديفايسز الديفايس بتاع الكوماند لاين والاوبريتنج سيستم هواوي هياخدك بقى الحته العملي بتاعت هواوي. ده المديول. بعد كده السبورتنج اللي هو الترابل شوت وازاي تشوف الدنيا ماشيه ازاي في ال هنا في اللوكال اريا في اللان. هو هنا الكورس كله بيتكلم عن اللان وجزء بسيط في الوان. هو انت راجل بتمانج السمول نتورك. بعد كده هياخدك في الابلكيشن سيرفر 6 7 8 مديول 10 مديول هندرسه. يعني وانا حاطط ميعاد معين بيقول لك مثلا او في خلال 10 ايام لو اشتغلت على نفسك وانت مزاجك رايق هم 10 ايام هتخلص الكورس فيه ماكسيمم 16. ده لو انت راجل مزاجك كده. ده بالنسبة للكورس هنشرحه. بالنسبة للشغل العملي بتاعنا في سيميوليشن مخصوص اسمه الـ ENSP سيميوليشن الخاص بهواوي. بتعمل عليه السيميوليشن الديفايس لهواوي هرفعه لكم ان شاء الله وممكن تنزله من على السايت تبع هواوي. عندك دوت السيموليشن الخاص بهواوي اللي احنا شايفين ايميليتور سهل وبسيط شبه الباك تريسر. الناس اللي اشتغلت على الباك تريسر سيسكو كورس خفيف ولذيذ مش حاجة صعبة. احاول مش هطول عليكم الفيديو ده ان شاء الله هرفع لكم الحاجة والمرة الجاية نبتدي أول محاضرة بإذن الله. شكرا والسلام عليكم.